معانا شرايح اللحم مقادير على الشاشه في متناول الجميع، معانا بيض، معانا بقسماط، تتبيله، ملح، فلفل، البعض بيحط ميه بصل، عصير ميه الطماطم وهكذا، ولكن يهمني حته اللحمه تكون طازه ونخدم عليها. يعني ايه نخدم عليها يا عم الشيف؟ يعني ما ينفعش الاسكالوب هنعمله او البانيه يكون اللحمه فيها عرق الدهن، ده مطلوب منك، خلي بالك. لازم تكون حته اللحمه لطيفه وجميله كده ما فيهاش اي دهون. تعالوا مع بعض نشوف حته اللحمه هنطلع منها ازاي اسكالوب، والباقي ممكن نطلعه في الشوربه عادي. شفت حته اللحمه دي؟ اهي اول حاجه كده بنشيل الدهون دي كده. طبعا انت ممكن تجيبها من عند الجزار متحضره وبتشفيه وكل حاجه. ادي شريحه، طلع حالك كده، وادي كمان شريحه، وادي كمان ناخد الشريحه دي. طبعا حته اللحمه الملبسه دي لو انا حطيتها دلوقتي في الشوربه مع بصل مع توابل مع بوكيه جرنيه هتديني شويه شوربه حكايه. نعملها بقى شوربه خضار، ندخلها مع شوربه شعريه زي ما انت عايز. شفت الاسكالوب بيطلع معايا ازاي؟ ناخد الشريحه الحلوه دي كده. انا حابب اعمل اللحمه دي مع حضراتكم كده اهي زي الفل. طبعا عندك المدقه بتاعه اللحمه دي، موجود منها الخشب، موجود منها المعدن زي ما انت عايز. بطلع الاسكالوب، ادي شريحه، توصي الجزار كده يقولوا انا عايز حته لحمه حلوه، عايز اعملها للاولاد بانيه. ميزه البانيه ده على السفره يعني مش بنحتاج بقى للرز وعيش مع خضار سوتيه، بيبقى لطيف وجميل. انا عايز اعمل شويه شوربه كده الاول وشغال. انا بعلمك ازاي. جبت حته لحمه من عند الجزار، طلع منها حاجتين دلوقتي، البصلايه الحلوه دي كده في قلب الطاسه، واخد اللحم اللي موجود عندي ده كده. شفت الجو ده كده؟ هم دول شوط الشوربه اهو في قلب الميه. يهمني ان انا استخلص واستنتج شويه شوربه حلوين. اعمل بهم شوربه الخضار بتاعتي. عندك شويه بهارات حلوين من الفلفل الاسود، الحبهان، قرفه، زي ما انت عايز، ده مطلوب. شفت الناس الطيبه لما بيتكلموا بنيتهم الصافيه؟ تابعت شوربه، شافت حلقه كويسه او فيديو للاكل، فعايزه هي تعرف طبق الشوربه ده. تعالوا مع بعض نشوف حته اللحمه لو انا هفرتها نفرتها ازاي واحنا مع بعض كده. عندك كيس العيش اللي كان عندك في البيت، انا جبت الورقه الفويل دي كده، البلاستيك ده سوري الرابل، واخده كده احطه على اللحمه. وتعالوا مع بعض نشتغل بقى ايه ونشوف حته اللحمه نفرتها ازاي على نفس البرانشه دي كده. نوسع اهو، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ أنا آسف للإزعاج أولاً يعني. شفتي؟ هي الواحدة بتتفرد بس خلاص. الله كده حتة اللحم عندي جاهزة، ونبدأ إن احنا نشكلها زي ما احنا عايزين ونتبلها. هنجيب طبق حلو كده ونرص عليه حته اللحمه ونشوفها ازاي اتفردت معانا. ده مهم جدا عشان نحط في الاعتبار ازاي. بص يا غالي مخرجنا الجميل، هو ده الكلام. لا ده من غير الرابل ده والبلاستيك ده حته اللحمه تتبهدل منك، خلي بالك. ده اللي بيسلك حته اللحمه ما بين المدقه بتاعه اللحم سواء معدن او خشب، وان هي الانسجه بتاعه اللحم زي ما موجوده حته اللحمه معانا كده. بنتبلها بقى تتبيله خفيفه. انا اللحم طالما طازه عندي للامانه وزي الفل، رشه فلفل حلوه كده، شويه ملح، لا مش هحط توم ولا اي حاجه، هو الاسكالوب كده ملح وفلفل بالشكل ده كده اهوت وخلاص. وهنيجي كده عاملين الكسروله الحلوه دي كده، جايبين فيها 2 بيضه. شفت بقى انا هعمل اسكالوب ازاي
وأعلمك التوبنج أو الحشوة أو التغليفة بتاعته ما تنزلش منه، هي دي الشطارة. هنقلب البيض ده مع شوية حليب. دايما لما بنيجي نحمر الاسكالوب يا شيف مغازي بيكش مننا في قلب الزيت، يا اما ينشف ونيجي ناكل منه نلاقي الحته ناشفه. عايزين ناكل اسكالوب طري حلو كده بناكله في بعض المطاعم. انا قلبت حليب مع بيض. هتقولي لي ما ينفعش بيض لوحده؟ لا، البيض لوحده ما ينفعش، هيخليك الاسكالوب بيجلد، انما وجود الحليب واضافه الحليب يخليك الاسكالوب طري حلو. دي فايده الحليب مع البيض. الفايده الثانيه وجود الدقيق، معلقة دقيق مع الخليط ده بيخلي لك التوبنج او الخلطه دي تمسك في حته اللحمه او صدر الفرخ اهي. بس خلاص، ونقلبهم مع بعض مع شويه فلفل اسود. رايقه وزي الفل، ولا في زحمه ولا في اي مشكله خالص، وبتعملي مطبخ جديد بفكر جديد بشكل جديد. اهو معلقه الدقيق نقلبها كده، وناخد الاسكالوب ده نحطه فين؟ في الكسروله دي. بس خلاص، تتبيلته ملح وفلفل. انا ما بحبش عصير البصل على اللحمه، لما بحطه في الاسكالوب واجي اكل الاسكالوب بشم ريحه البصل في قلب حته اللحمه، بتفقد رونقتها وطعمها وجمالها، وما بعرفهاش اذا كانت ضاني كندوز مستورده بلدي، الجزار ضحك عليا، الجزار غشني، وهكذا. خلي حته اللحمه يا امي بطبيعتها. هناخد الاسكالوب بتاعنا ده كده ونحطه هنا كده. مدرسة يا شيف. عندي رقائق رقائق الذرة أو بقسماط، عندي كيس توست هتطحنيه، بواقي العيش الفينو هتطحنيها. شفت اللحم اتبل ازاي؟ بسيطة القصة. آخر حتة حلوة دي كده بتاعتي، دي بحبها أنا، دي الموزة. أسيب اللحمة في التتبيلة دي كده وأشيل ده من هنا، ونيجي للمرحلة اللي أنا مش بحبها. شويه البقسماط الحلوين دول، شفت الشطاره دي؟ ده بقسماط او رقائق الذره موجوده عندنا. الطبيعي مع رقائق الذره دي بتحتاج شويه حاجات صغيرين كده علشان تبقى التوبنج بتاعتها قوي. نعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه نشا صغيره مع شويه بهارات في قلب التتبيله. البهارات دي من شويه بابريكا، شويه كركم صغيرين، معلقه نشا صغيره. شفت التركية دي؟ بسيطة خالص وسهلة ازاي، بس بتاخدك في مكان تاني بقى، بتخليك واقفة في المطبخ كده عارفة انت بتعملي ايه. شوية فلفل اسود وشوية الملح التمام، ونقلب دول مع بعض. ليه معلقة النشا؟ سؤال لطيف وجميل، مخرجنا بيسأل. ما نكتفي برقائق الذرة بس، هي كل حاجة لها تركية وكل حاجة لها أسرارها، والمطبخ له مفاتيح. شفت ازاي؟ قلبت انا النشا مع رقائق الذرة مع شوية بهارات حلوين. ممكن مخرجنا بيقول لي توم باودر، بصل باودر، المدام بتحط، لطيف وجميل. بس برضو تاني، بصل الباودر والتوم الباودر لما بنحطه على اللحم الطعم بيهرم مننا، حتة اللحمة هنا بنفقد رونقتها، ما بنعرفهاش ايه هي. فأنا حبيت النهاردة أشرح ازاي نعمل اسكالوب بانيه، نعمل بوفتيك بطريقة بسيطة وسهلة بتفاصيل صغيرة. حتة اللحمة جبتها شفيتها خدمت عليها، خدت الباقي منها حطيته على النار بيغلي. مخرجنا هيجيب دلوقتي البوكيه جرنيه مع اللحم بيغلي، هاخد الشوربه بتاعت اللحمه دي اعمل شوربه خضار، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وخدت اللحم بتاعنا هنعمله اسكالوب. سيبوني بقى اعيش مع الحاجه اللي انا بتاخد مني وقت شويه، اهي الشريحه دي زي ما هي كده اهي. لما كان الشيف اللي كان بيعلمني استاذي كنت كان يحب يعاقبني، يعني عشان جيت متاخر مثلا ولا عملت اي حاجه، يقول لي اعمل ده كله بانيه. حفله بقى نعمل لنا مثلا 20 30 كيلو لحم سكالوب، اقعد طول النهار كده لا اعرف اعمل اي حاجه، ولا اشرب كوبايه شاي، ولا ارد على التليفون خالص، خلاص ايديا التيم الكتفين. شفتي؟ شغالين كده زي الفل. شفت شريحه اللحم؟ شغالين مع بعض. عشان كده لما بروح مطاعم وناكل سكالوب بانيه او بوفتيك او كوردون بلو او فينواز سكالوب، بتلاقي حته اللحمه عريضه وكبيره، ويقول لك وزنها 120 جرام قبل التشغيل، بعد التشغيل عملت نص كيلو. التشغيل اللي هو ايه؟ اللي انا بعمله دلوقتي. شفت بدايه كده؟ شفت حته اللحمه؟ بص الحته، ايه رايك في الحته دي؟ بص مستحيل تكش في الزيت. تاني؟
شفت الموزه دي؟ انا يهمني الخطوه الاولى من اول ما مسكت اللحمه معايا، شلت ازاي منها الدهون. خلاص الخلطه دي انا مش عايزها، بشيلها ونكمل دول مع بعض. هنعرف فايده معلقه النشا، اضافه النشا لرقائق الذره او للبقسماط وانا بفرد اللحمه ووقت التحمير، ده يهمني. زي الفل. ناخد الموزه دي نحط عليها كده البقسماط وبايديا، خدها كده. كبيره دي. عندنا زيت بيسخن، هنحمر الاسكالوب ده دلوقتي. ممكن نقدم معاه شويه خضار سوتيه، شوربه خضار، بطاطس بوريه، بطاطا مقليه، زي ما انت عايز. رز ابيض، مكرونه سباكيتي مع البولينيز، مكرونه بالوايت صوص. شفت حته الاسكالوب طالعه عامله ازاي؟ الله ما شاء الله، كف العيله والقرايب والحبايب واحنا واقفين مع بعض. يلا نحمر مع بعض، يلا بينا في الزيت. يعني هو المفروض يعني، والمدرسة الطهوية بتقول يعني، والعلم الطهوي بيقول يعني، ان الاسكالوب ده يتاخد يتحط في التلاجة يتلدن لمدة ساعة. احنا مش هنعمل كده. اقول لك ليه؟ لان انا حاطط نشا هنا، اتحمري على طول بقلب جامد وعلى مسؤوليتي. يلا نحمر الاسكالوب مع بعض، يلا بينا. في زيت شديد الحرارة، ممكن تحمريه في زبدة. الاسكالوب ده ممكن يتحمر في زبدة. ايه الحلاوة دي؟ بس اهدى عليها شوية كده. تزريش بالتانية دلوقتي. نرفع دي كده شوية وننزل بالتانية. يعني هسة بين الأولى والتانية واحنا شغالين كده. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما يلتحموش ببعض، ما يلزقوش مع بعض. اخد دي عجباني قوي، الموزه دي. الله، يلا بينا. يلا هو ده تاني. حمرهم كلهم في قلب الطاسه، ثقه. السؤال اللي جالنا من شويه، الراجل الطيب، شربات الكنافه، كوبايتين من السكر، واحد كوب من الماء، نص ليمونه، قليل من الفانيليا اذا كانت الكنافه بالكريمه، نص ليمونه تكتفي بيها لو كانت الكنافه بالمكسرات. ليه الفانيليا يا عم الشيف؟ الكريمه بتحب الفانيليا. هو ده. يلا هو ده. انا ما شفتش اسكالوب بيتحمر كده، شوف مغازي خالص. الله يبارك لك. طاسه وتجيب زي، لا خالص. شوف دلوقتي اسكالوب هيطلع شكله معانا، بس ما نقلبوش كتير. تعالوا مع بعض نشوف الشوربه نعملها ازاي بسرعه. شوربه الخضار، طاسه على النار، جزر، كوسه، بسله، بصل، ثوم، زبده، واحنا واقفين كده مع الشوربه اللطيفه اللي بتغلي على النار هنصفيها. دي مش هتاخد وقت كبير. معانا بصلايه ناعمه. اخد الاسكالوب بتاعنا الحلو ده كده. يلا بينا يلا بينا. شوف شويه اسكالوب حلوين دلوقتي في الطبق الحلو ده. يا راجل يا طيب، ده كلام ده؟ ده كلام ده؟ ده كلام ده يفك ايه يا راجل يا طيب؟ ده الكلام ده لما انت تعمله في المطبخ. اديني كده بس يعني التوبنج كده، شوف ازاي ماسك. شفت ازاي ماسكه؟ بص الله. تاني عايز كمان؟ تعالوا مع بعض نحط شوية تانيين مع بعض. يلا بينا. في قلب الزيت.
في قلب الزيت. عيش مع نفسك. حلو. ناخد السكالوب ده نخليه هنا، ايه رايك؟ نعم يا غالي. حاضر والله، اعمل لك اللي انت عايزه. مخرجنا عايز يشوف حته سكالوب متقطعه استوت ولا لسه. شفت المخرج لما يكون شاطر معايا وعايز يشوف الشيف؟ اختار لك دي. حاضر يا فندم. بص يلا بينا. بس تاكلها. اطلع فاصل يلا. تاني مكان البيض، يا اما كريمه لباني، يا اما معلقه لبنه، يا اما معلقه زبادي. ماده دهنيه، يا زبادي يا لبنه يا كريمه لباني. يا حاجه كريمه بديل للبيض، ولكن وجود الحليب مع النشا والبيض بيخليك حته سكالوب اهي. شفت مخرجك ده؟ شوف جيب لي التفاصيل كده، استوى ولا ما استواش؟ استوى. نطلع اللي في الزيت. حاضر يا فندم. استوى كمان. حفله سكالوب النهارده، تعزمي حبايبك وقرايبك واولادك، والاولاد بيحبوا السكالوب على فكره. تقدري تعملي سندوتشات. ناخد دي يلا اهي. الله يسلم ايدك يا شيف. ما لقيناش يعني الخلطه طالعه بقى والزيت كله بقسماط وكله بيض والجو خالص. هي دي التركايه. احطه هنا. عينيا يا فندم. نخلص الحلقه وانا وانت نتسابق. ده عايز شويه كاتشب، شويه مايونيز. الله، وبالف هنا وشفا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده. الشويه دول اللي انا قطعتهم احطهم هنا. تعالوا مع بعض نشتغل في شوربه الخضار. بصلايه ناعمه. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نرجع لورق العنب. انا النهارده هريحك انك تقعدي تلفي حله ورق عنب. هنجيب ورق العنب ونجيب البرغل ونشوف ازاي نعمل طاجن ورق عنب بالبرغل مع شوربه خضار. هي جاهزه، اقطع الخضار وعند الشوربه جاهزه. استقطبتها واستنتجتها من اللحمه وانا بشفيها لعمل سكالوب بني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.